بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، حضورنا الكريم، جمهورنا المميز من أرضية ميدان الطين، نقول لكم هذه الأحداث. هنا سن الحقاقة، مسافتنا 4 كيلومترات، وكما تعلمون ونحن دائما نعلم بأن هذه الانطلاقات تأتي بالتوجيهات السامية من مقام سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، وتوجيهات أخي سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس وزراء حاكم دبي حفظه الله ورعاه، وبتوجيهات سامية من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والدعم اللامحدود لهذه الرياضة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي. بسم الله على البركة أيها الإخوة، انطلق الشوط على بركة الله وحفظه. أيها الإخوة، ينطلق شوطنا الأول الرئيسي للإبكار. الله، 4 كيلومترات، 4 كيلومترات منتظرات، سوف ينقضن إن شاء الله بأناسة، سوف ينقضن إن شاء الله بثواني ودقائق معدودة. نتمنى التوفيق. شكرا لنادي دبي لسباقات الجنة العربية الأصيلة، شكرا لجميع اللجان العاملة هنا على أرضية هذا الميدان. نذهب هناك إلى الصدارة ما شاء الله بلشة للدكتور سعيد بن سالم الشيخ، النقله على ذوق يا ذوق محمد بن خلفان آل غويس، هو غافي ثالث المراكز، سلطان بن سعيد بن محمد بن أحمد إبراهيم المركز الرابع. هناك التماس عمر بن سعيد بن عبد الله بن غرير لشتبي، وصلت نار يا نار شبي من ضلوعي حضبك وتعود ملكيتها. يا الإخوة، علي بن سيب بن حميدان الفلاسي، هكذا كانت النتيجة للمراكز الخمس، ولكن بدوري هنتقل إلى المركز الساس خداعة داود بن سالم بن حمد الشبلي، وصل المركز السابع. هناك رهف سعيد بن محمد بن سعيد المري ثامن المراكز، وصل بن حلوة صدفة عبد الله بن المر بن حلوة هالكتبي المركز التاسع ما شاء الله. هنا من تأتي النادرة سلطان بن سيب بن مبارك الاشتبي، وفي المركز العاشر اللي هي اليافل محمد بن علي بن سعيد الاشتبي. ها هي النتيجة للمراكز العشر، ذعناها عليكم كاملة مكملة، ذعناها عليكم كاملة مكملة بالوفاء والتمام، بالوفاء والتمام للعشرة المراكز. ونتمنى إن شاء الله كل التوفيق، نتمنى كل التوفيق للأخوة المشاركين، نتمنى كل التوفيق للأخوة المتابعين. يوم تبغي اسمك تعدى والخلايق دوم تهذابه، قوم دور لك على حجة تيمها في العالي حسابه، كل خطر اللي مرتفع حده من نسل شاهين من سابت أفرج همومك من الشدة. نتمنى إن شاء الله. الله، علي في المركز الأول بلشة، بتبلشنا بلشة الدكتور للدكتور سعيد بن سالم الشيخ من يقدم، وقف المركز الثاني سلطان بن سعيد بن محمد بن أحمد إبراهيم أيضا تشارك ثاني المراكز. النقلة هناك على هالي سهيلة أيضا من تأتي بهذه اللحظات الضبي للسيد، والالتماس عمر بن سعيد بن عبد الله بن غرير، بينما اللي في المركز الرابع هناك صدفة عبد الله بن المر بن حلوة هالكتبي. الله الله يا هوشوط، وصلت نار وصلت نار، تنتقل من موقع إلى موقع. علي بن سيب بن حميدان الفلاسي، لمن الشوط لمن الشوط لمن الشوط، يوم ركض الحين زان وبان جوه وابتدت تفرق سلاله عن سلاله. الله يا الدكتور، الله يا الدكتور. انتقل إلى المركز السادس، اللي في المركز السادس اللي هي اليافل محمد بن علي بن سعيد الاجتبي، النقل على المركز السابع هناك اللي هي خداعة داود بن سالم بن حمد الشبري، ثامن المراكز اللي تأتي فيه النادرة سلطان بن سيب بن مبارك الاجتبي، المركز التاسع وصعيد بن محمد بن سعيد المري من يقدم رهف، وفي المركز العاشر هناك من تصل في هذه اللحظات بغداد راشد بن محمد بن راشد بن غدير. ها هي النتيجة، هكذا كانت النتيجة. الله، 4 كيلومترات مسافتنا أيها الإخوة، 4 كيلومترات مسافتنا
جماهيرنا محبين هذه الرياضة. غيرت وقع على السيطرة، غيرت وقع على المركز الأول، سيطرت على مقدمة هذا الشوط. الله يا أبو محمد، الله يا أبو محمد، سق الله دارك يا أبو إبراهيم، سق الله دارك يا أبو إبراهيم. هنا مع وقف المركز الأول سلطان بن سعيد بن محمد بن أحمد إبراهيم من يقدمها، ولكن صدفة ومرت سوف تعود. صدفة عبد الله بن المر بن سعيد بن حلوة لكتمي من يقدمها. 800 متر الأخيرة، يلا يا بن حلوة بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. شوط قوي يحتاج مناقبة، شوط لا يقل أهمية عن بقية الأشواط. ما بين وقع، ما بين صدفة ووقع اللحظات الأخيرة وقع أيها الإخوة. بسم الله يا هو شوط يا سامي رنانة مع الأربعمية متر الأخيرة ولكن صدفة بن حلوة تكتسب الناموس، صدفة بن حلوة تكتسب الشوط الأول. حتى هذه اللحظات الجميلة 200 متر الأخيرة اللي يفصلن عن خط النهاية، وغردت وغتعود ولا صدفة. يلا يا بن حلوة شد العزم يا أخوي شده، جانك بغيت تشارك الناس. سلام للمر بن حلوة الاكتمي الداعم الرئيسي لهذا الشعار. شكرا يا بن حلوة. عبد الله بن المر بن حلوة الاكتمي. المركز الثاني سلطان بن سعيد بن محمد إبراهيم في ثاني مراكز. المركز الثالث أيها الإخوة لمحمد بن علي بن سعيد الاكتمي. المركز الرابع مستمعين الأعزاء من تأتي في هذه اللحظات لسلطان بن سعيد بن مبارك الاكتمي. وفي المركز الخامس هناك خداعة داود بن سالم بن حمد الشبري. سلام يا بن حلوة سلام، سق الله دارك يا أبو حميد. أولا للداعم لهذا الشعار عبد الله المر بن سعيد بن حلوة الاشتبي، وثانيا لمالك صدفة عبد الله بن المر بن حلوة الاشتبي. تهانينا والناموس وسلام سلام سلام عليكم كافة يا ابناء بن حلوة على هذا الأداء الجميل. 5 دقائق 59 ثانية 25 جزء من الثانية. تهانينا والناموس.